محمد سمير مصطفى، طالب في كلية تجارة أعمال جامعة حلوان. أنا اشتغلت في شرم، في دهب، في غردقة، في نويبع، في راس محمد، في راس شيطان، في جنوب سيناء، في موزة كوست، في وندرلاند، في فالما بيتش، في مكادي، في جونة. خدت خبرات كتيرة، لقيت نفسي برضو مش عامل فلوسي إن أنا أتجوز، بس حبيت واحدة ربنا كرمني واشتغلت. فعملت التروسيكل ده، وانا صحابي كلهم اتريقوا عليا في الاول، قالوا لي بتاع روبيكي هتعمل التروسيكل بيه في مشويات. انا بفضل الله في المهنه دي عندي خبرات كتيره شرقي وبلدي، فاخدت الشرقي ده ركبته على الرغيف البلدي، وفضل ربنا سبحانه عملت حاجه اسمها الصاروخ، كفته طرب فراخ او شزجق، كبد وقوانص، نيفه، لحم، بجيب لحم بفضل الله جملي وبفرمه على بوش ضاني، بجيب فراخ فرخه 2 كيلو ونص، بجيب طرب ضاني برده وسجق ضاني على ايديا، كل حاجه بفضل الله بلدي. اما فتحت عملت تيست للقهاوي، جبت صينيه عملت حواشي بالموتزاريلا وبالرومي بالزيتون، ورحت مدي للقهاوي للناس، ده طبعا التيست عجبهم جدا بفضل الله. بيقولي بصلاة على النبي في السيده فتح اكتر من 7 تروسيكلات تاني زيي، وما بفضل الله مولانا واحد بس يعني. ضربة غيرس عم احمد، بفضل الله شغل 7 انفار بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ارجو بس من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني، ان هو يعني زي ما قال كده هيقف جنبنا ويشجعنا، هو يشجعنا ان هو يعمل لنا تصريح بس. واحنا زي ما حضرتك شايف كده مش مضايقين اي حد يعني من السكان، من الدخان، مفيش سكان هنا اصلا، بس هو لازم يعني يعمل لنا تصريح او يعمل لنا مشاريع، حتى لو المشاريع دي على حسابنا احنا بفلوسنا، بس هو يدينا بس التصريح زي ما هو قال لنا ان هو هيساعدنا في مشاريع وكده. اسعاري منافسه للسوق جدا، والصلاه على النبي يعني جزارين بييجوا ياكلوا من عندي، المودقات كلها ساعات بتيجي بصراحه، مثلا بيبقى ناس بصراحه يعني زي نظام اعداء مهنه كده يعني، فبيشتكوا يعني بس، وبفضل الله يعني الحكومه بتيجي تاكل من عندنا، بيدفعوا فلوس وبيدفعوا تيبس. الصعوبات بقى اللي هي الاجهاد النفسي والضغوط، زي مثلا بنزل الساعة 9 الصبح ألف على أروح للناس صحابي جزارين، ألف على الجزارين أجيب منهم شوية البوش، وأجيب اللحم وأجيب الفراخ وأخليها وأعمل لها المارينيه بتاعها، مارينيه الشرقي بس يعني، وبقف في الليل. اسمه مولانا ينسب لوالدي يعني عشان هو مولانا. أنا نفسي يعني الشباب كلها مش أنا لوحدي، نفسي خلاص الشباب تعبت، احنا تعبنا، الشباب تعبت نفسيا، اول حاجه تجاوز المخدرات، تجاوز حاجات كتيره غير مشروعه، نفسي الناس كلها تشتغل وتعمل مشاريع. حتى في ايطاليا كل واحد عنده بروجكت ليه مشروع، رغم مثلا ان هو موظف، لا احنا هنا لازم نعمل مشاريع، لازم الشباب تشتغل، لازم بلدنا تشتغل، مفيش حد فينا يفضل من غير عطله. ليه البطاله؟ انا بنصح الشباب انهم يعملوا مشاريع، اي واحد اكيد ربنا مديله موهبه، مديله فكره يعملها،